السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ونكملوا مع الغصن الكبير تاع الشجرة المقطوعة الفوق اللي في البلافون في السقف. قبل دائما نرش بالماء تبليل السطح بالماء، ماذا بك تكثر بزاف الماء خاطر مع الحمال مع هذاك الحاتين شف ويجبد السيمة تجيش قوية يعني. وانا هذه بيلية هذه اللي دايرة فيها الخشبة الكبيرة او العمود تاع الشجر الكبير، هذا بيلية وكانت مفينية مليح يعني ما تسمحش للإسمنت باش يلصق فيها، لكني قلت لها أتحداك إلى مكان ما نلصقش فيك السيمة. تحديتها وبالفعل لصقت عليها السيمة، كملت العمل تاعي وكان والله إلا كان متين. والإسمنت كما المعلوم ما يلصقش على حاجة رطبة، بالعكس يليق له الحروشية في الحيط، يليق تبيكي الحيط باش تلصق لك الخلطة هذيك. خطرات كانت السيمة طيح لي على عينيا، طيح لي على وجهي، معليش المهم كملت. اصعب مرحله هي هذه، كي نبقى نرمي الاسمنت من تحت ما كانش يلصق لي تمتم، عذبني باش نلصق. وهذا هو العمل اللي خلاني طحت من الشافوت، وربي يستر والحمد لله. هاد الطاش تاع السيمه اللي راه لاصق كاين اللي ينقلع في الساع بالملعقه تاع البناء، وكاين اللي يقعد لاصق. هذاك اللي يقعد لاصق نخليه خاطر نستفاد منه خطره اخرى باش ندير الاوراق تاع الشجره هذه. دروك بدا العمل يسهل عليا.
هنا راني نحاول باش نعطي الشكل الدائري تاع الشجره تاع هذه الخشبه الكبيره، يعني على خاطر هي في الاصل كانت مستطيله الشكل، يعني بزوايا صعب باش ترديها دائريه او نصف دائريه. هذا كلش من بعد نفوت عليه فرشاة مبللة بالماء باش نعطي الوجه الأملس للسطح. اللقطات هادو كانت طاحت السيمة على العين نتاع الكاميرا ما شتهاش، جاو هكا فلو، اعتذر لكم ما فقت لهمش حتى اللي وما بغيتش نمحي الفيديو. وهذا شكل غصن مقطوع، ايوا هذا وين فوق درك الكاميرا اللي كانت مسدوده بالاسمنت قلعته ودوك راه تبان الصوره واضحه. الان كنت كملت بالفرشات، دوك خاصني ندير العروق تاع الشجره. طبعا كما شفتوا في الفيديوهات السابقه تبداي بالسكين أشكر جيش الاتحاد وجميع اللي علقولي مع بتعليقات محفزة، نشكركم بزاف، راكم بنياتي وليداتي، والله إلا فرحانة بكم كتر من ما نفرح باليوتيوب.
اكثر مغنم وكنز حصلت عليه هو نتوما. وجيش الاتحاد انا بالنسبه ليا خليه نحل ناشطه. نشكركم بزاف على تعاونكم ومتابعتكم، والله كما قلت لكم ما تهمنيش قناتي بقدر ما تهمني كيما يقول الكاوري لو جاست كي كونت. انا يهمني ردة فعلكم مع قناتي، ومستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.